على بعض الدقائق التالية خليني أنقل حضراتكم للمشهد على الجبهة. زي دلوقتي من 51 سنة كانت قواتنا المسلحة قدرت تعبر قناة السويس للجبهة الشرقية للقناة في سيمفونية رائعة شارك فيها عشرات الآلاف من الأبطال. نستعرض مع حضراتكم التسلسل الزمني لخطة العبور وفقا لما ورد في كتاب حرب أكتوبر من مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي.